مشاهدي الكرام، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من أتحداك في نص ساعة. عندما يتعلق الأمر بالغذاء، فاليمن تتميز بالكثير من الوجبات الغذائية الشهية واللذيذة، واللي امتدت شهرتها لتصل لأغلب الدول العربية، بل إن الأمر تجاوز الدول العربية وأصبحنا نجد الوجبات الغذائية في كثير من دول العالم، بالذات الدول اللي فيها جاليات يمنية. دولة فيها جالية يمنية لا مناص من أنك تجد مطعم يمني يقدم هذه الوجبات الشهية والمحبوبة من قبل اليمنيين وغير اليمنيين. خلوكم معنا. الكبة النية وين يا الكبة النية؟ ايش وجبتك المفضلة؟ السمك. أكلة اليمنية السلتة. أكلة غير يمنية أنت تحبها أي؟ الحمص. السوشي وين يأكل السوشي؟ ها؟ سمعت عن السوشي؟ السوشي ما سامي غريبة. الكبة النية ولا الفسيخ ولا حاجة ما سمعت. إيش هو الفسيخ؟ والله ما لي أدري، عدنا أول مرة أسمع هذا. أول مرة تسمع عنه؟ أول أسمع. أنت إيش تأكل؟ أكل في الغداء العصير، الزوم، السلطة. إيش رأيك اليوم أعطيك 100,000؟ ما أدري، عادي. أنا أسألك سؤال، لو جاوبت نأخذ الخطوة الأولى. يلا، إيش السؤال؟ مين اللي ابتكر البروست أو الدجاج المقلي؟ إيش اسمه؟ ماكدونالدز. هذا اسمه كنتاكي. كنتاكي اسم التجاري المطعم، لكن لا. ها تعال تعال تعال، اسمك تعال يا صادق. صادق من؟ صادق العايدي. صادق العايدي. نعم. من وين انت؟ من اب. من اب. قل لي يا صادق، من اللي ابتكر ساندرز؟ كولونيل ساندرز. كولونيل ساندرز، هارلاند ساندرز. برافو عليك، برافو عليك يا صادق، برافو عليك. ايش الوجبة انت بالنسبة لك المفضلة؟ الارز. ها؟ الرز. الرز. وغير يمني؟ والله برجر. البرجر. ايش اكلك من اهل البرجر؟ والمدام عرفت الكولونيل ساندرز، برافو عليك. كولونيل ساندرز واحدة من قصص النجاح المتميزة فعلا، الرجل اللي دخل أكثر من 1,000 مطعم عشان يقنعهم بالخلطة السرية اللي عمل منها البروست اللي إحنا نعرف البروست، وفي الأخير بعد 1,000 محاولة نجح في إقناع مطاعم بتبني هذه الوصفة، ومن هناك بدأت أسطورة كنتاكي وساندرز. برافو عليك. الخطوة الأولى يا صادق على 100,000 أنت عديتها، باقي معك الخطوة الثانية. إيش الخطوة الثانية؟ سمعت عن البكومبا؟ البكومبا. خلونا نعرف من هو باكومبا بعد الفاصل، بعد ما نرجع احنا وصادق نستعد ونرجع لكم ومع باكومبا. خلوكم معانا. اسمي صادق عبد الله العايدي، اسكن في الصافيه، وذهبت الى الجامعه كي ابحث عن عمل في شركه توظيف، وقابلت قناه السعيده وكان معهم سؤال في برنامج تحدث في نص ساعه، وكان السؤال من هو مخترع الدجاج الكنتاكي او من مؤسس شركه كنتاكي، وجاوبت عليه ونحن الان في الخطوه الثانيه. المذيع سألني ما هو الباكومبا وأنا لم أعرف الإجابة، والآن أذهب أبحث عن الإجابة. صادق الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الآن الخطوة الأولى تروح تسأل لي إيش هو الباكومبا. الباكومبا إيش هي؟ إيش هو؟ تمام؟ إذا عرفت ترجع لعندي أقول لك الخطوة الثانية إيش هي. معك نصف ساعة
خلال نصف ساعة لازم تنفذ 3 مهام. المهمة الأولى هي حتبدأ الآن، بعدها المهمة الثانية والثالثة، فلذلك لا تضيع وقتك. أوكي؟ يصادق العائدي، وقتك يبدأ من الآن، تفضل. يا بنات، من تعرف ما هي البكومبا؟ البكومبا، ما هي البكومبا؟ ما هي البكومبا؟ البكومبا من وجبة سريعة سودانية وجبة أكل. تأكد من الإجابة؟ من تأكد بعد؟ صباح الخير. صباح النور. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. الأخ صادق سألك البكومبا إيش قلت؟ هي عارف إنها وجبة سودانية سريعة الأكل، يعني بيحضروها بسرعة بتكون وجبة سودانية. تمام. أكلتيها؟ لا بس أعرف عنها. من وين تعرف؟ يا أخي ساكن في السودان كلمني إنه هو بيأكل. أخوك ساكن. جميل. إيش يدرس؟ أدرس إدارة دولية. لو سمحتي ما هي البكومبا؟ إيه؟ البكومبا. السلام عليكم. ما هي البكومبا؟ البكومبا. ما هي البكومبا يا بنات؟ البكومبا. 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 السلام عليكم. السلام. هل تعرف ما هي البكومبا؟ ايش؟ البكومبا. البكومبا. يا بنات تعرفي ما هي البكومبا؟ تعرفوا ما هي البكومبا؟ السلام عليكم. ها دكتورات. ما هي البكومبا؟ What? البكومبا. سؤال. السلام عليكم. ممكن تعرفي ما هي البكومبا؟ أكلة سودانية. أكلة سودانية. لا كذا من الإجابة. أنا مشارك في سؤال أتحدث في نص ساعة. خلاص إن شاء الله تكون هي الإجابة الصحيحة. صباح الخير. صباح النور. دكتورة. أيوة طالبة. طالبة الطب. سنة كم؟ ثاني. يعني كم باقي لك؟ 3 سنوات؟ لا باقي لي 5 سنوات. 7 سنوات؟ أيوة 7 سنوات. طيب الأخ صادق جالك سألك على البكومبا، إيش قلتي له؟ هي أكلة سودانية. كيف عرف؟ النت. عندي صديقة سودانية وكذا. أكلتك بكومبا؟ لا. ايش الاكلة الشعبية في اليابان؟ ايش هي؟ سوشي. مش عارفة اكلة صينية او يابانية. السوشي. سوشي صح؟ صح برافو عليكي. جربتي السوشي؟ لا. السلام عليكم. ممكن تعرفي ما هي البكومبا؟ اتوقع انها يمكن وجبة هندية. وجبة هندية؟ او مرض. ان شاء الله. متأكدة؟ يعني مش أكيد. ان شاء الله تكون الاجابة صحيحة. صادق تعال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أوقف الآن 8 دقائق. مرت عليك 8 دقائق ولسه عادك في السؤال، وعاد المهمات المتعبة المهمات الحقيقية لسه جاية ورا، فلا تضيع وقت. لا إن شاء الله قد التحدي. إيش الآن؟ إيش الإجابة اللي وصلت لها؟ أعتقد أنها وجبة سودانية. وجبة سودانية. نعم. متأكد؟ إن شاء الله، لأني أكثر عدد الإجابة وجبة سودانية. كلهم قالوا لك البكومبا وجبة سودانية. الأكثر يا نعم. طيب. طيب أوكي. عموما شوف إجابتك أنت حتتحمل مسؤوليتها. تمام؟ الآن الجزء الثاني من المهمة أنك تروح تسألي كيف تعمل البكومبا، المكونات، المقادير، كيف الله تطبخ. إيش البكومبا كيف نعرف؟ الآن تسأل تقول لهم المكونات والمقادير وكيف تنطبخ. تمام؟ هذه إذا كانت زي ما تقول أنت سودانية، أنا ماليش دعوة، أنا علي بعدين في حكام حيقولوا. أوكي تمام. تمام؟ نستأنف الوقت، يلا استعجل. السلام عليكم.
هل تعرف البكمبا؟ سلام عليكم. اسمك؟ كوكب صفدي. كوكب من فلسطين؟ صفدي. هلا والله فلسطين وأهل فلسطين حبايب. شكراً. إيش الأكل الشعبي المميز في فلسطين؟ إيش يعني في اليمن عندنا سلتة، فحسة، بنت الصحن، مطيط، المقلوبة، المنسف. منسف؟ وفي الأردن في الأردن فلسطين المنسف. يعني في كتير شغلات. الشام دائماً يعني يقال إنه أجمل الأكلات هي في منطقة الشام اللي سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن. ليش؟ يعني يمكن عشان إلها ذواقين أو إحنا ذواقين يعني. أنتوا أهل الذواق. تسلم. جربتي من الأكلات اليمنية شيء؟ جربت السلتة وبنت الصحن والشفوط. أكثر شيء الشفوط عجبني. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا نطلع الفاصل، وبعد الفاصل حنرجع نكمل احنا وصادق الواعدي، نشوف اذا كان هو قادر يكمل اليوم على خير ولا لا. تابعونا. تعرف البكمبا؟ ليش؟ البكمبا هي وجبة سودانية نفس البليلة. تعرفوا كيف يكونوا البليلة؟ السلام عليكم. السلام. هل تعرف البكمبا؟ البكمبا أيوة، هي أكلة مشهورة في السودان. أكلة سودانية. أيوة. هل تعرفي مكوناتها؟ أيوة. ما هي المكونات؟ هي مكرونة. مكرونة. سليلة تشبه الحمص. مكرونة وإيش؟ تشبه الحمص صغيرة. أيوة تجارية. أيوة. يقلوها بالزيت. أيوة. لما تتحمص شوية ويأخذوا هاي الغرفة ويخلطوا بحرة ويسكبوا. يعني تقلب الزيت أول شيء بعدين. أيوة. تتحمص. أيوة. وبعدين؟ وبعدين يحطوها تقليها لما قلتها محمصة تحط هاي الغرفة. هاي الغرفة. أيوة. وتسكب حليب. والبهارات. هي هذه تعتبر. وبعدين حليب. أيوة. إذا جيت متماسكة تمام، وإذا مش متماسكة تحط بينها شوية دقيق. الصعوبة أولا الوجبة كانت سودانية يعني ليست من البلد، فلما ما فيش خلفية كثيرة عند المشاركين على الوجبة السودانية. والحاجة الثانية حصلت إجابات متعددة، فعلي يعني أختار واحدة والله أعلم ممكن أختار الصح ولا الغلط. بشر حصلت على الإجابة إن شاء الله. طيب الإجابة هي أكلة سودانية، وطريقة تحضيرها تحضر من مكرونة صغيرة تشبه الحمص، وتقلى بالزيت أولاً ثم تحمص، ثم يضاف إليها الهيل والقرفة للنكهة لإضافة نكهة عليها، وثم نضيف الحليب ونضيف لها بعدين الدقيق حتى تتماسك. طيب عموماً أنا حوقف لك وقتك، هو وقتك 15 دقيقة حتى الآن. تمام، خليني أكلمك بصراحة يا صادق، أنت ستتحمل نتائج ما كتبت بيدك، أنت اللي حتسوي، وحيكون عندنا حكم سوداني حيقول لنا بكومبا ولا ما بكومبا، الراجل بيورطك. ولذلك أنا أقول لك حاول أنك تأخذ الإجابة وتتأكد منها، أنا بصراحة ما ودي تخسر، لكن يداك أوكتا وفوك نفخ. ولذلك حاول إن شاء الله. لا ما أخوفك، لكن أنا أقول لك اللي حتعمله حيكون هو نتاج عملك، وهو اللي حيحدد ربحك ولا خسارتك. حاول مرة ثانية تتأكد. حاول. تمام يلا. هي أكلة سودانية. ومكونات مكوناتها هي عبارة عن بر مقشور. بر مقشور؟ أيوة بر مقشور. تسوي تعمل عملية تنضج البر. بر أو ذرة؟ بر. بر مقشور. ننضجها بالماء؟ أيوة. بعدين تسوي لها الكستر اللي هي ثم نضيفها الكستر؟ أيوة. لما تجهز تسويها تعمل لها يا سكر يا زيت يا سمن. ثم سكر والزيت؟ أيوة. بالأخير تسوي لها السكر والزيت. والمنكهات؟ سكر وسمن. هل في منكهات بهارات؟ شكرا لك. طيب صادق الان
ايش سويت؟ اعطيناك كمان اخذت انت دقيقتين زياده عشان تسال، ايش عملت؟ تاكدنا بس المكرونه مش موجوده فيها، هي زي الذره. ذره؟ اي نعم، تشبه البنينه. ومكوناتها البر المقشور ونضيف لها شويه دقيق ونغليه بالماء، ثم نضيف الكاسترد علشان التماسك، وثم نضيف السكر، وايضا نضيف القليل من الزيت، ونضيف الهيل والقرفه علشان النكهه. هذه الخلاصه. تتحمل مسؤوليتها ان شاء الله. يعود للمسابقه من جديد صادق العايدي، وعلى الله انه يكون المعلومات اللي جابها هي المعلومات الصحيحه. خليني اذكركم انه مر من وقته تقريبا 16 او 17 دقيقه، باقي معك 13 دقيقه حتكون كافيه تعمل باكومبا وتقنع اهل الباكومبا انه هذه باكومبا ولا لا. ان شاء الله. هذا عليك ان شاء الله. تمام، لن نتردد في لحظه اني اقول لك انك خسرت اذا ما نفذت المطلوب منك. ان شاء الله ما راح نتعاون. ان شاء الله ننفذ المطلوب. خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل رحلة صادق العايدي مع الباكومبا، خلوكم معنا. السلام عليكم. اشتري بر مقشور نص كيلو. يا امين هات كيلو يقوي وبودرة كاستر. ما فيش كاستر؟ كيف بهارات طويل عريض؟ ما فيش كاستر. سمعت مع الشركة نفسها. هيل. ايوه. وقرفة. كم بتاخذ؟ 10 اشخاص. نص كيلو؟ ها؟ كم نص كيلو ولا كم؟ طيب وقرفة؟ قرفة نفس هذا الكمية. وحليب. جيب لي حليب. ها؟ حليب ايوه. سكر نص كيلو. سكر نص كيلو. وزيت. كنت افكر ان الباكومبا رقصه برازيليه. طلعت اكله. السلام عليكم، كيف الحال؟ احنا نشي نصور عندكم في المطعم. السلام عليكم، كيف الحال؟ ممكن نصور في المطعم عندكم؟ معنا طبخه سودانيه نشي نطبخها. احنا تبع برنامج تحداك في نص ساعه. نعم والله. ليش؟ يوم ثاني مثلا. ضروري اليوم علشان التحدي ينجح. باقي معي 12 دقيقة. بيوقع شيء. بعد قول شو والله ان شاء الله. يلا. رفضوا. على الله. السلام عليكم. وين إدارة المطعم؟ نشي نصور هنا عندكم. برنامج تحدى في نص ساعة قناة السعيدة. معنا طبخان شي نصوره عندكم في المطبخ. والله مدير دايما. رايحين لعند المدير إن شاء الله يوافق إن احنا نصور في المطعم. السلام عليكم. ممكن تصورنا تلفونيا؟ من وين ذكرتي؟ طبخة ايش؟ طبخة الباكومبا. طبخة أكلة سودانية. سودانية؟ أيوه نعرفكم عليها علشان تكون من قائمة المبيعات عندكم. المطعم الأول رفضنا ما خلانا نصور. بعدين صرنا المطعم الثاني، يعني نطلع عند المدير للدور السادس ونرجع ننزل علشان يوافقوا. مشاهدي الكرام، الآن يعني احنا بانتظار انه الاخوان هنا في المطعم يعني يجيبوا له الموافقه. الباكومبا اليوم على دمار صادق.
لا ان شاء الله تكون على نجاح. ان شاء الله ان شاء الله. حقيقه يعني انا ما اتمنى اخسرك، لكن في نهايه الامر ان وجدنا يعني انه لا مناص من الخساره فلا مناص منها، لكن العشر دقائق الاخيره هي اللي حتقول كلمتها. ان شاء الله ننزل، حنطلع فاصل، خلوكم معنا. طيب الاخ بسام رجع الان بقرار الاداره، بسام العام حياك الله. موافقين الان؟ خلاص لا بالله موافقين. موافقين ان شاء الله. سودانية اسمها الباكومبا، ونريد نسويها هنا عندك في المطعم. تكون كمية ما مناسبة. هذا بربك شور، نضيف الكمية كاملة تكفي العشر أشخاص. نحركها، ننتظر حتى يغلي الخليط. ثم نضيف الحليب. بدأ الخليط بالغليان، الآن نضيف الحليب. ايش رأيك في اللي جالس يسويه صادق؟ فهمت ايش الطبخة؟ شويه هنشوف الحين يطبخها وهنشوف. ايش تتوقع هذه شبه من الطبخات اليمنية؟ في شيء ينطبخ كذا سكر وذرة أكيد في شيء، بس إحنا ما عارفين اللي عندنا. إن شاء الله طلع حلوة. بعد إضافة السكر نقوم بالتحريك. هذا الزبدة. الآن نضيف الهيل. ان شاء الله. الان نضيف الكاستر. الان نضيف الكميه هذه من الهيل. الهيل نضيف القرفه. الآن هي شبه جاهزة، دقائق قليلة وتكون جاهزة. جاهزة. الآن المفترض إنه هذه باكومبا، ولأنه إحنا يمنيين مو سودانيين، فأنا أشيك تطعمها وتقول لي كيف الوضعية، كيف حلوة ولا مش حلوة؟ كيف جيدة؟ ممتازة. جيدة بس. زايدة سكر شوية. زايدة السكر شوية. شوية بس ولا جيدة تمام. أخونا العزيز برضو اسمك؟ محمد. نستطيع نضبط السكر، نضيف قليل من الماء. محمد تحتاج شوية مية عشان السكر ينضبط. إن شاء الله رهيب بس السكر زايد شوية.
سكر زياده شوي، سكر زياده شوي. والله ما شاء الله زين. باقي انا اجرب اشوف محمد مسكر عن اذنك. في كل الاحوال طعمها مقبول بصراحه. حنطلع فاصل، بعد الفاصل نتحرك من المطعم على الجالية السودانية نشوف إذا كانوا بيعطوها 100,000 ولا يعطوني إياها أخليها عندي لمتسابق آخر. خلكم معنا. مشاهدينا الكرام، الآن مع مجموعة من الإخوان وأشقائنا السودانيين، هم المرجعية والفصل بيننا وبين الأخ صادق. في فرق بين الغرب والشرق زي ما يقول لنا أخونا العزيز عادل. عادل عادل، إيش الفرق بين الشرق؟ الشرق هو ناس تبع البحر الأحمر، الجزء العربي يمكن من... لا، هو السودان كله واحد، بس هذول الغرب، غرب السودان هذا يتبعوا يعني لهم طبايعهم خاصة، طبايعهم خاصة، وهم على تختلف عن الشمال حقنا. حامد فضل الله عنه. دكتور حامد من وين يا دكتور؟ من كردفان. من كردفان الغرب. أيوة. ايش اهم الوجبات في كردفان او الاكلات الشعبية؟ والله الاكلات الشعبية هم بيعملوا العصير والكسرة اللي هو زي اللحوح. بعدين بيعملوها بالبامية هذه الملوخيه الويكه. ايوه الويكه. التقينا ببعض السودانيين في اب وتكلمنا على ام تكشو والباكومبا وقالوا لنا هذه اكلات من غرب السودان. ما عندك فكره؟ لا لا والله. كان الاخ العزيز يعني بيتكلم اول بيقول انه يعرف الباكومبا. مش اعرفها، اظن قريت عنها بس انها اكله جديده انتشرت حاليا في الخرطوم. عباره عن قمح وحاجات كذاك معها. بس هذه معلومه فعلا. المعلومات. طيب الآن إحنا القرار بيد المخرج إنه إيش اللي حنعمل مع صادق. صادق تعب ونفذ وراح جاب الطريقة وسأل عليها وطلع وعمل المكونات، وكنا راكنين إنه حنلاقي أحد من غرب السودان هو اللي يفتينا إذا كانت باكومبا ولا مش باكومبا. لكن عموما خلونا نتفق على أمر، إحنا حنعطي الحاجات اللي عملها صادق لعادل والدكتور حامد واخونا علي سالم. اذا عجبتهم قالوا والله طيبه، ايش رايك يا مخرج؟ نشوف الطريقه، واذا اتفقت الامور والجماعه عجبتهم الاكله اعطيناها الجائزه. ما عجبتهم وقالوا لا والله ما عجبتنا وشغلك اي كلام، اقول لك كل سنه وانت طيب. طيب جرب اعطيهم الباكومبا. وينها؟ جاهز؟ على كل العدس يا شيخ. لا ما في عدس، لحظة خليش. زوق قمح، هذا قمح. ايوه قمح. شوف زوق طيب ولا مو طيب؟ دكتور بسم الله. كيف شايفها؟ طيبة. قريبة من ايش؟ قريبة من ايش في السودان؟ عندنا هناك حاجة يسموها بليلة. البليلة؟ ايوه بعملها في رمضان. اللي هو من الذرة. قريبة لاحية. هي من القمح. هذه قمح. ايوه. هي من القمح. طيب أكلة سودانية. خلينا الآن ننتقل لجانب آخر. عجبتك ولا ما عجبتك؟ شوربة حلوة جدا، ممتازة حلوة يعني جداً. لو تسلمي الطبخة. ها الطبخة دي تسلمي بصراحة. شكرا شكرا شكرا. صفقوا يا شباب، صفقوا يا شباب. عادل حلوة حلوة. صادق العايدي يعني كان نفسي إنه هذا الظرف يرجع لي، لكن للاسف الشديد يا شباب المنتستو. لا ولا لي اللي شجعني يرفع يده. صادق العايدي الف الف مبروك، تستاهل. من ناحيتي مشاهدي الكرام حلقه اليوم انتهت، تشوفكم الحلقه الجايه. الى اللقاء.